إذا عندي فلو خلال أوريفيس بنطلع الإكويشن تبعت هذا الفلو. إذا عندي أنبوب، خلينا أفترض أبسط أنواع الأوريفيس هي البليت. البليت وفيها فتحة في داخلها، وراح أفترض إنه الفلو الحقيقي الأريا الحقيقية تبعت الفلو مش الأريا تبعت البايب كاملة، في جزء لأنه عماله في فريكشن وسيرفس فريكشن. الأريا الفعلية هي A داش، A داش، والأريا الكاملة هي A1 داش. بس A1 داش هي الإفكتيف أريا، يعني الفلو الحقيقي عماله بصير بهدول، لأنه في نوع من الفريكشن بين هذا السطح وهذا السطح. مثلا عندي هون إفكتيف فلو أريا سكوير. بعدين عندي هاي الأورفيس من هون، في عندي راح يكون هون كمان A2 إفكتيف، و A2 إفكتيف راح تكون أصغر بياعة. فـ A2 داش هي الإفكتيف فلو أريا إن سكوير مترز. هاي طبعاً بفور الأورفيس، وهاي آفتر الأورفيس. أوكي، ولازم يكون عندي فرق في البريشر حتى يصير في هذا الفلو. عندي هلا هون راح افترض انه هذا P1، راح افترض انه هذا P2، راح افترض انه هذا هون D1 وهذا D2. فعندي هون P1 before the orifice pressure before the orifice. نفس الشيء عندي V1 V2 اللي هي الفيلوسيتي، بيفور وآفتر. عندي رو راح افترض انه الفلويد انكمبرسبل، طبعا لما زاد الضغط راح يزيد الضغط ولا راح ينزل هون بالحالة هاي؟ السرعة راح تزيد، راح ينزل الضغط. فعندي هون راح افترض انه الفلويد incompressible fluid. اذا رو كونستنت، يعني رو 1 بتساوي رو. هلا نكتب معادلة برنولي conservation of energy. فيش عندي potential energy، فيش اختلاف في potential energy، فراح يكون في عندي في energy موجودة بهذا الليكويد PV. PV هو الانرجي اللي مخزنة في هذا الليكويد او الفلويد اللي بقدر يعملها by virtue of the pressure it has. فعندي P1 راح افترض اني اخذت فوليوم معين V1 من هون، زائد half M V1 square تساوي P2 V2 زائد half M V2 square. وحدة PV ايش لازم تكون من هاي المعادلة؟ ايش؟ جول. ايش وحدة هاي؟ جولز. لازم تكون هاي جولز. ايش وحدة بي؟ مثلا نيوتنز بير سكوير متر او باسكال، وضربتها هون راح اضربها بفوليوم. ايش الفوليوم؟ كيلو متر. اوكي ماشي. وهاي طبعا اكيد لازم تكون وحدة. فعم نقول مجموع الانرجي اللي موجوده في هاي باي فيرتشو اوف بريشر زائد كينيتيك انرجي لازم تساوي هذول. وافترضنا البوتنشال انرجي ما اختلفت، لو انه هذا مايل بصير اخذ عندي بوتنشال انرجي. تمام. هلا عندي ام بدها تساوي رو في في 1، ام 2 تساوي رو في في 2. بس انا حافترض انه في 1 بيساوي في 2، رو 1 يساوي رو 2، ام 1 يساوي ام 2. فبهي الحالة بصير عندي بي 1 في 1 زائد هاف رو في 1 في 1 سكوير تساوي
V2 زائد half rho V2 سكوير. قلنا V1 يساوي V2. يصير عندي V1، رح افترض انه V1 الاعلى، بتصير في عندي فلو بهذا الاتجاه. عندي V1 V2 تساوي دلتا V وتساوي. عندي لما بجيب هذا هون بتصير V2 ماينس V1. وهذا لوجيكال اللي خسرته في البريشر انرجي كسبته بوتنشال انرجي، فايش لازم يصير بالسرعة؟ ترتفع بتزيد. فعندي هون راح يصير V2 ماينس V1، V1 2 سكوير ماينس V1 سكوير مضروبة في 1 على 2 لما نطلع على V1 و V2 العلاقة بين V1 و V2 إذا الفلو إن بده يساوي الفلو أوت، مظبوط؟ الفلو اللي داخل على الأورفيس بده يساوي الفلو اللي طالع من الأورفيس، فعندي Qn بتساوي Q أوت، لكن Qn شو بده يساوي؟ يساوي Vn في Area 1 effective ويساوي V2 في Area 2 effective، مظبوط؟ إذا عندي velocity في cross sectional area بتساوي flow. نعم. ممكن مش فرضنا إنه V1 بتساوي V2. V1 capital V. إيش capital V؟ capital V الفوليوم اللي أخذته. إذا هذه هون عندي، هل هاي وحدة flow؟ أي نوع من الفلو هاي الوحدة؟ V إيش وحدتها؟ volumetric flow rate. هذه هون. volumetric flow rate. اكزامبل ان مثلا كيوبيك متر بير سكند فرضا. اذا V1 بتساوي V1 A1 بتساوي V2 A2 بصير عندي انا هون راح اطلع V2 بصير عندي V1 على V2 V1 على V2 بيساوي A2 على A1 داش داش، مضبوط؟ لما نطلع V2 هون برا بصير عندي دلتا E بتساوي رو على 2 V2 تربيع، جوا بضل عندي V1 على V2 تربيع، بس V1 على V2 بيساوي A2 على A1، فبصير عندي رو V2 تربيع على 2 في 1 ماينس A2 داش على A1 داش. هلا رح ناخذ هاي هون A1 و A2 هي كاركترستكس، في طبعا كاركترستك ثانية بتعتمد على الشاربنس تبعت ايدجز وطبيعتها والنظر، هذول كلهم بنحطهم افترض سي دي بيساوي A2 على A1 داش داش تربيع تحت الجدول. هذا هون عمالي بحاول اخذ خصائص هذا واحطه في ديسشارج كوفيشنت، فراح يصير عندي هلا هون دلتا تي تساوي رو V2 تربيع CD تربيع على 2 أو V2 تربيع بدها تساوي 2 WP على رو تحت الجذر CD. اوكي مضبوط هيك؟ أخذنا الجذر V2 CD، أنا غلطت بـ CD، أوكي CD كان لازم تكون واحد على فبصير عندنا هيك CD مضبوط مش هيك؟ هاي بتصير واحد على CD تربيع، وبتطلع هذه هون، بتطلع اثنين هون CD بعدين على. فصارت اذا عندي V2 هيها بتساوي 2 الفرق في البريشر على رو تحت الجذر CD. كيو اذا بدنا هون نعتبر انه Q2 بيساوي ايش بدي اضرب بي؟ حتى اطلع الفلو في الاريا، بس اللي هون الاريا تبعت الاوريفيس، الاريا تبعت الاوريفيس هون الفتحه مختلفه عن A2 effective، لاحظوا A2 effective مش نفسها A هون الفتحه تبعت الاورفيس اللي هي A
فبتصير عندي هاي Q2 بتساوي A في V2 وتساوي A CD سكوير روت 2 دلتا P. هذا اللي هو الفلو through an orifice.